السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني، معكم زياد هادي استاذ آلة العود بمع دراسات موسيقية في بغداد، ورحب بكم اجمل ترحيب. واليوم احنا عندنا اغنية عراقية من الاغاني التراثية، واللي دائما انا احب انه البي طلبات اخواننا واعزائنا المشتركين في القناة وغير المشتركين في القناة، واحب انه انوه على الدورات الموسيقية لتعلم العود والغناء العربي اللي هي 8 محاضرات. ممكن تقدرون انه تتصلون برقم الواتساب الموجود في اسفل الفيديو. عندنا اغنية اليوم هي من مقام الحجاز، مثل ما تلاحظون امامكم في الصورة. عندنا اسمها يا الراكب على عبية. هذه الأغنية اللي قدموها كثير من قدم جبار عقال رحمه الله، وقدم الهام المدفعي، وهي من إيقاع الوحدة اللي هو دوم تك تك دوم تك دوم تك تك دوم تك، مثل ما موجود أمامكم إيقاع الوحدة دوم تك تك دوم تك. فصير المقدمة سي لا لا صل صل ففا لا صل صل ففا ممي صل ففا ممي رر صل صل مي فا صل. هذا الجزء الأول، هذا مقدمة. طبعا هذه أنتم سامعيها بأغنية أخرى أنا قدمتها سابقا، فهاي يعتبروها دائما مقدمة حجاز. بعد ما كملت مقدمة حجاز راح تنتقل إلى الغناء. الغناء عندك موجود أس صل 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 لا صل لا صل ففا صل لا صل صل ففا مي صل ففا مي مي ر ر ر مي فا صل، وتنعاد مرة أخرى ر مي فا صل 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 صل. شوف ر مي فا صل 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 لا صل لا صل ففا صل لا صل صل ف لا صل صل ففا مي صل ففا مي مي ر ر ري مي فا صل 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 لا صل لا صل فا فا صل لا صل صل فا مي صل فا فا مي مي ر ر. السطر اللي راح يجيكم الأخير لا صل صل فا فا مي صل فا فا مي مي ر ر ري مي فا صل، وتنعاد. هذه علامة السينيون، معناتها أنه تعاد الى علامة السينيو من البداية اللي هي تقول سي لا لا صل صل ففا لا صل صل ففا ممي صل ففا ممي رر صل صل مي فا صل. هذه هي المقدمة اللي موجودة امامكم وتلاحظوها بيراكب على ابي. راح نعزف لكم اياها مقطع مقطع، نشوفكم اياها وانتو تلاحظون كيف راح تكون الامور والترتيب حسب ما انتو راح تشوفوا راح يصير. إذن راح نعيده بطريقة أخرى تعليمية حتى تكون عندكم واضحة المقدمة. سي الآن سوف نذهب إلى الأغنية الدخول بالغناء، فراح يصير عندنا أس Thank you.
طبعا انا استخدمت الطريقة التعليمية هي لكم اخواني واحبتي، وان شاء الله نتمنى انه قد وفينا بجزء قليل من طلباتكم، وان شاء الله القادم افضل. ولا تنسون الاشتراك واللايك حتى نقدر نقدم لكم اي سؤال تحت الفيديو بالتعليقات وانا حاضر. ولا تنسون الاشتراك في هذه قناتي، وايضا دورات الموسيقية موجودة 8 محاضرات شهريا. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.